معنا على الهاتف للتعليق على أهم ما دار في لقاء إكسترا نيوز مع ستيفاني ويليامز ممثلة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، الأستاذ أحمد عليبة رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك. إذا ممثلة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في زيارة إلى مصر، أولا كيف ترى أهمية هذه الزيارة؟ أنا بالتأكيد زيارة مهمة جدا، هذه أي أول زيارة لستيفاني منذ تولت يعني أو شغلت هذا الموقع بالإنابة بعد استقالة الدكتور غسان سلامة في مارس الماضي بعد أول جولة من الحوار في جنيف. بعتقد إنه هي جاية في توقيت فارق فيما يتعلق بنقلة نوعية تقريبا بعد يعني القرارات التي صدرت من طرفي الأزمة لوقف إطلاق النار، والقاهرة كان لها جهد كبير في هذا الموضوع. نعتقد أنه ستيفاني بتدرك هذا الدور في هذه اللحظة، وبالتالي يعني بتأتي أهمية الزيارة أنه هي أصبحت يعني بتدرك بشكل جلي تماما بأنه القاهرة هي لاعب أساسي، ويعني الرقم الأول تقريبا يعني في المعادلة الآن فيما يتعلق بالدفع الأزمة الليبية إلى الحوار السياسي مرة أخرى واستهداف الحوار السياسي بشكل جدي مرة أخرى. فأنا بعتقد إن هي بتعول على جهود القاهرة في هذا الموضوع، وإنه يعني الزيارة تقريبا بتتلخص حول هذا السياق. ربما إعلان القاهرة أيضا لعب دور. نعم، هي ذكرت بالطبع إعلان القاهرة وقالت أنه بيؤسس لحل ليبي ليبي. بالتأكيد يعني هذا هو جوهر إعلان القاهرة، أيضا بيتقاطع مع مبادرة المستشار عقيلة صالح، يعني ايضا له فرصه كبيره في هذا المسار، وبالتالي ايضا هي تبذل جهود مع مجموعه من المجموعات السياسيه اللي بيها. هذه الجهود بتحتاج الى نوع من الاحتضان الاقليمي والاحتضان الدولي. التوافقات اللي بتجريها المبعوثه الامميه لتوفير يعني بيئه حاضنه لاستئناف الحوار السياسي مصر بتلعب فيها دور اساسي، وبالتالي هي جايه في القاهره من هذا المنطلق، و يعني اكدت في اكثر من حوار معاكم، وهي يعني تصريحاتها الا ان هي بالتحديد بتعول على هذا الدور بشكل كبير، وشايفه انه يعني ده متغير في حد ذاته، يعني ده كان امر واضح في حد ذاته انه يعني مصر تستطيع بالفعل ان تقوم بهذا الدور الاهم. يعني طيب، يعني ذكرت نقاط كثيره ستيفاني ويليامز من خلال هذا الحوار، يمكن نقطه هامه جدا انها يعني قالت انه الامم المتحده توثق كل الخروقات التي تحدث في ليبيا، أبدت استياءها الشديد من تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، وذكرت أن كل هذا موثق بالدلائل. أهمية هذه النقطة؟ يعني هي طبعا ده دور من ضمن الأدوار اللي تقوم بها البعثة الدولية، إن هي بتوثق الانتهاكات التي تحدث، الخروقات اللي ممكن تحصل بعد وقف إطلاق النار، يعني حتى تكون هناك يعني نوع من المسؤوليه في هذا الموضوع، انه الاطراف تتحمل يعني نتائج يعني اي انتهاكات او اي خروقات ممكن ان هي تحدث، ولانه مجلس الامن طبعا بيكون في خلفيه هذا المشهد. لكن الاهميه اللي هي فكره الاعتراف بانه هناك ميليشيات يتم جلبها من الخارج خاصه من جانب تركيا. هذا الامر ليس مصدق من جانب البعثه فقط، الحقيقه يعني في تقرير من البنتاغون امبارح كان واضح تماما ايضا في هذه الجزئيه، حتى لو كان بيرصد لسه يعني قبل شهرين لكنه مهم جدا. فانا بعتقد انه مساله الرصد مهمه من ناحيه دانه الاطراف اللي بتلعب ادوار تخريبيه في الساحه اللي فيها خاصه الدور التركي، وده امر يعني ما عادش فيه نوع من الانكار، وهي حتى يمكن كمان في الافاده اللي قدمتها المجلس الامن ذكرت هذا بشكل واضح تماما. يعني وكون ان هي كانت في مصر، فانا بعتقد ايضا ان هي شايفه انه يعني مصر بتلعب دور مختلف عن هذه الادوار، يعني مصر بتلعب دور يساهم في عمليه يعني العوده الى المسار السياسي، وبالتالي المستقبل في عمليه بناء سلام حقيقي في ليبيا، على عكس ادوار بتلعبها اطراف اخرى هي ادوار تخريبيه. نعم. فمن هنا بتيجي مهمه الرصد، احنا بنتكلم على انه طب ماذا بعد عملية وقف إطلاق النار؟ هل تستمر هذه الأطراف في جلب المرتزقة؟ أنا عندي يعني أكثر من 33 هذا ما حدث بالفعل، يعني عندما ذكرت مؤتمر برلين على سبيل المثال وأنه خرج ب يعني نقاط معينة في سبيل الوصول إلى اتفاق، بعدها بيومين فقط
بدأ تدفق السلاح وبدأ تدفق المرتزقة على ليبيا؟ تحديداً يعني بعد 4 أيام تحديداً كانت تركيا أول دولة بتنتهك هذا الاتفاق، بتخالف ما ورد في اتفاق برلين، في حين أنه اتفاق برلين فيه نقاط مهمة جداً، جزء منها بيعود للدور اللي لعبته القاهرة قبل كده في توحيد المؤسسة العسكرية، فيما يتعلق أيضاً بالموضوع الخاص بإعادة ضبط الحدود، فيما يتعلق بمسألة إنهاء حالة الملشنة الموجودة، تدفق الأسلحة، يعني كل ده كان موجود وذكر تحديدا فيما يتعلق بحوار القاهرة 2016-2017. فأنا بعتقد إنه يعني هذه مسألة غاية في الأهمية، من يستطيع يعني من يريد أن يوقف الصراع عليه أن يوقف أن يعطل أدوات إشعال هذا الصراع، أدوات إشعاله هي المرتزقة، هي الأسلحة. طيب. ثم تأتي بعد ذلك الإرادة السياسية من الأطراف ل العودة لطاولة الحوار، وأن يكون هناك برنامج عمل مستقبلي لإنهاء هذه الأزمة. طيب، ما الذي ترى مختلفا هذه المرة أستاذ أحمد؟ يعني بوجود ستيفاني ويليامز على رأس البعثة الأممية وما سمعناه من أفكارها في الحوار السابق، هل تعتقد أنه للأمم المتحدة يعني شكل آخر، دور آخر، أكثر فعالية فيما يتعلق بالوضع في ليبيا؟ من ناحية الدور، يعني يمكن احنا في المركز المصري لفكرة الدراسات الاستراتيجية كان لنا لقاء خاص معاها، اجتماع يعني احنا لمسنا منها الحقيقة في اهتمام كبير جدا، في افكار جيدة، كان المناقشات بتتطور لمسألة يمكن تطور الافكار ديت للامام اكتر كمان، لكن شوف يعني الامم المتحدة احنا بنتكلم في عدد من الصراعات اللي موجودة في الاقليم، هذه الصراعات لم تحسم بشكل قطعي، وفي يعني ربما الامال بتتضاءل بانه هذه الصراعات تظل فتره، لانه في مصالح لاطراف انه تبقى هذه المنطقه مشتعله بشكل كبير، ومفيش اراده سياسيه الحقيقه ما بين الاطراف المتنازع في الصراع انه يتم احتوائها. فانا بعتقد دور الامم المتحده يعني كان في نوع من العجز الى حد كبير في التعامل مع هذه الصراعات، او التعامل معها بمنطق اداره الصراع وليس بمنطق يعني عمليه بناء السلام. عمليه بناء السلام بتتطلب قوه، ربما جزء منه بتتحمله الامم المتحده، لانه اصبح كاشف عن انه دور الامم المتحده ربما اصبح متواضع، مش بيعول عليه بالشكل اللي هو كانت بدات به الامم المتحده بعد الحرب العالميه الثانيه وبعد كده. قدام يعني اقليم متوتر، يعني في يعني تحديدا في هذه النقطة هي أرجعت ذلك إلى أنه إيرادات الدول الكبرى لا تضع الملف الليبي على رأس أولوياتها، ويجب أن تضع هذا الملف في صدر أولوياتها الخارجية. أول بعض يديروا بالشكل اللي حقق مصلحته من وجهة نظر أحادية. طيب، يعني هي أيضا قالت أنه هناك حوار من المفترض أن يحدث في جنيف يتضمن كل الأطراف الفاعلة في الشأن الليبي، هي يعني تدفع باتجاه هذا اللقاء في جنيف، هل تعتقد بالفعل أنه لهذا اللقاء أن ينجح؟ بتصور أنه لو وصلت لهذه النقطة هنبدأ قدام متغير جديد فيما يتعلق بإدارة الحوار وفيما يتعلق بالأطراف المشاركة، لأنه الحوار في الفترات السابقة كان يعني بتهيمن عليه بعض الأطراف وليس يعني في تمثيل عادل لكافة الأطراف اللي موجودة، فهي بتتكلم على إنه تمثيل مجموعة من النظام السابق خاصة المجموعة المقربة من سيف الإسلام القذافي، ده ممكن يبقى نوع من إعادة التوازن لتيار هو له تواجد حقيقي في نعم هذا ما ذكرته فعلا ليبيا. نعم يعني ايضا هناك الرموز المجتمع التقليدي، لو احنا بنتكلم على القبائل اكيد بيكون لها تمثيل، بتتكلم ايضا عن تمثيل المراه، يعني كل، لكن في الاول في الاخر المطلوب انه ما تكونش اداره هذه العمليه هي مساله اجرائيه فقط، يعني لابد ان يكون هناك مضمون لهذه المشاركه، لابد ان يكون هناك جدول اعمال حقيقي لهذه المشاركات، وانه تكون الامور واضحه تماما حول ما يتعلق بالخطوط العريضه. الخطوط العريضه معناها انه احنا مش بنتكلم على ايه اللي ممكن يحصل فتتفاوض عليه الاطراف، لا، لابد انه يكون هناك في الامم المتحده او البعثه الامميه عندها الخطوط العريضه، انه يبقى في مرحله انتقاليه وضعها كذا، انه يبقى في جدول انهاء حاله الوضع الفوضى الامنيه ده به اطر، لكن التفاصيل يمكن ان يتفق عليها الاطراف. دي مساله مهمه جدا. شكرا جزيلا لك على هذا التحليل الأستاذ أحمد عليبة، رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.